حرب كلامية وتصريحات واتهامات متبادلة بين المطرب سعد الصغير والراقصة شمس لم تتوقف منذ عدة سنوات. بدأت القصة في الظهور من جديد بعد أن خرجت شمس لتستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قيادات الدولة لإنقاذها من سعد الصغير بعد ما خطفها وهددها بالقتل هي وأسرتها على حسب قولها، وقالت في استغاثتها إنها كانت متزوجة سعد الصغير منذ 7 سنوات وإنه قام بقتل طفلتها في بطنها، مشيرة إلى إنها كانت حامل منه في الشهر السادس. وبعدها أدلى سعد الصغير بعدة تصريحات نفى فيها كل اللي قالته زوجته شمس، لتقوم شمس بتسريب فيديوهات وصور لسعد الصغير تثبت بإنه بالفعل كان زوجها وبإنهم كانوا يسكنان معاً، وظهر فيها بشكل مسيء. ومن تلك المقاطع نشرت الراقصة شمس مقطع فيديو صادم يجمعها بسعد الصغير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر سعد الصغير في مقطع الفيديو وهو يقبل قدمي الراقصة شمس ويخلع الحذاء من قدميها. وقالت شمس من خلال الفيديو سعد كان بيقول اني مهدده وجايباله بلطجية علشان أصوره وراح عمل فيا محضر. وأضافت وقالت شايفين هو متهدد ازاي، اهو ده الفيديو اللي كان هيموت علشان محدش يشوفه، انا عايزة الفيديو ده يلف مصر كلها خلي الناس تعرف حقيقته. يذكر ان اسم سعد الصغير ارتبط باسم الراقصة شمس منذ بداية انتشار انباء عن زواجهم سرا قبل عدة سنوات، وهو ما كان ينفيه سعد إلى أن خرجت شمس لتؤكد زواجهم رسميا وإنهم اتفقوا على أن يبقى الأمر سرا. مشكلات سعد الصغير والراقصة شمس لم تنتهي عند الاعتراف بالزواج فقط، بل تطورت في عدة جوانب، منها اتهام شمس لسعد بأنه أقهد جنينها رغما عنها وهي حامل في طفلتها، وإنها عانت بسبب هذا الإقهاد وأصيبت بضرر في الرحم، ووقعت مشاجرة كبيرة بين شمس وسعد الصغير، اتهمته بالتهجم عليها في شقتها ومحاولة الدخول رغما عنها إلى شقتها بمنطقة الهرم بالجيزة، وتم القبض على سعد وبعد تحقيقات ومحاولة صلح تم إخلاء سبيله.